بسم الله صلاة السلام على رسول الله. عندنا هذه سيارة، هذه سينيك الأولى، موتورها اف 8 تي، هذه دي سي. بعد ما ركبنا لها المحرك هذه ولت فيها الرجة هذه فوف فوف فوف، شوفوها الرجة هذه فوف فوف، شوفوها الرجة هذه. طبعا السيارة كانت تخدم لاباس عليها، وقت جابها مولاها باش يغيروا لها محرك كانت تخدم لاباس عليها. شوفوها الرجة هذه. طب اللي ممكن يكون الديفو في المانو هذايا، والا في المانو هذايا يعني الحساس هذايا والحساس هذايا، لان السياره كانت تخدم لاباس عليها، وقت جابها مولاها باش يغيروا لها محرك كانت تخدم لاباس عليها. توا باش نجربوا نبدلوا الحساس هذايا ونشوفوا، ولا الحساس هذايا. طبعا سمعتوا الصوت انت هذايا نتاع فف 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 فف، الديفو هذايا بعد ما ركبنا المحرك وصار له. توا بعد ما ركبنا الموتور هذايا بدلناه، كان عنده لان الموتور نتاعو التيربو مكسر وتعب وياكل زيت ويرنفل يعني يخرج بخار. طبعا بعد ما بدلنا المحرك هذيا صارت عنده هذيا الفوف فوف 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 هذيا نتاع المحرك. طبعا شنو اللي صار؟ احنا من ركبنا المحرك هذيا بالحساسات نتاعو، باش نبدو بالحساس بالحساس ونبدو نغيرو بالواحد بالواحد نشوفو المشكل وين. تو باش نبدو بهذا ونشوفو شنو يتغير. هاي توكل على هيكل حل. نحن الحساس هذا كان نشوفه نغيره نتاع هي، رجعوا له نتاع هي الاصلي ونشوفه. هو في شيء كعبتين زوز فيسات يعني زوز براغي وخيط، في شيء سهل نحنا. نساعد عليه شوي شوي بالمفك ونفكوه. فما كذاك هذايا الجوام نتاعو، هذايا الكاوتش لازم نركبو له نتاعو هو، خاطر باش على ضياع المازوت، خاطر باش الديزل ما يضيعش. ونجيبو الحساس نتاع المحرك نتاع الاصلاني ونركبوه، لان هو الحساس نتاعو كان يخدم على الكارت على الكمبيوتر نتاع السيارة هذه. فكي ركبنا المحرك هذايا الحساس مش كيف كيف، ينجم يكون المشكل منه هو، خاطر هذاك كان يخدم على كمبيوتر نوع، هذا كان يخدم على كمبيوتر نوع نتاع الميموار، يعني نقصد الميموار نتاع السيارة، يعني الذاكرة نتاع السيارة كانت تشتغل على الحساس هذاك اللي هو جاء مع يعني كان في المحرك نتاعو. وهذا المحرك اللي احنا ركبناه له طبعا جاي من فرنسا، كان يخدم على كمبيوتر نتاع سيارة أخرى، ينجم يكون المشكل مغادي. وحتى هذاك ساعات يخرب يعمل فف فف فف، هذيك تخرب. أنا صرت لنا قداش مرة في بعض السيارات صارت لنا وغيرناها ومشيت لبس. فما حالة كيما هكا تجي بال يعني تجربة بالقطع غيار خير، ما تجيش بالسكانير ولا بالدياغنوستيك. الإنسان كي يبدا شك في حاجة يجيب القطعة يجرب بها يكون أفضل. أي حساس عنده اللي شك به يغير يجرب به ويشوف. حتى مستعمل مش مشكلة، لأني يشري جديد مثلا ولا يشوف كيفاش. فيها شيء سهلة، ركبوها بكعبتين مزوز فيسات. فما نوع تلقاها بالمفك وفما نوع تلقاها بالمفتاح. وهي هذه السنيك، هذه واحد السنيك الاولى، هذه فيها مضخه في الخزان، هي تجيب مازوت طول المحرك. هذايا اف 8 تي، هذايا المحرك هذايا باش نعرفوه الاف 8 تي، تلقى المضخه نتاع الماء على برا، مش مع ماش مع الكاتينا، مش مع الشان، مش مع الكروات شان، مش مع السبته، تلقى مضخه الماء جايه لبرا، دور وحدها بالسبته العاديه.
هذا يعني اف 8 تي، وثم الاخر اف اف 9 كا، الاخر اف 9 كا، هذاك المضخه نتاعو مع الـ مع الـ مع الـ مع الكاتينا مع الشين. هذه البراغي نتاعها يخدموا بالجهتين بالمفك وبالمفتاح، يعني تقدر توصلهم بالمفك وتخدمهم بالمفتاح، تربطهم بالمفتاح. هو باش يخدموها ونشوفوا هاي يخدم علي ان شاء الله يكون المشكل منها هي ونرتاحوا من العملية هذه. نسمع فيها الموضوع. الحمد لله المشكل طلع من القطعة هذيك، انا شفتوها كي غير رجعنا لها الحساس نتاع المضخة نتاعها. شوفي الحمد لله الصوت يعني طلع من هو، لكن الفض فض فض طلع من القطعة هذيك نفسها اللي هي الحساس. نزيد نصبر عليها شوية حتى تسخن شوية. شفتوها ما عادش فيها هاك الفض فض هذيك، لاباس. المحرك ما شاء الله نشوف فيه ما يرنفلش، يعني ما فيش بخار، ما يخرجش بخار، ما شاء الله محرك ممتاز. تو باش نستنوه يسخن، نشوفوه يسخن ونشوفوا يعني في شي حاجة نتبعوه. احنا علاش ديما نطلب نركب المحرك انا، يعني ونركبه يعني مجاني كلها باش نراقب الحاجات هذه كلها، باش حتى واحد ما من بعد ما نعمل على حد باش يعني يعمل صيانه للسياره والمحرك كما نعملوا احنا. هذا علاش نطلب تركيب المحرك عندي انا. شفتوها تو بعد ما غيرنا القطعه هذه هي الحساس، طبعا ما نحتاجوش تو باش نغيروا هذه، لان الصوت او الحركه اللي كانت موجوده هاك الفف ما عادش موجوده. نشوفوها نخلوها تو يسخن شويه، نعطيكم فكره على المحرك هذايا نتاع اف 8 تي. هذا محرك يسموه اف 8 تي، المضخه نتاع الماء على برا. طبعا هذه المحرك، هذه السياره هذه بدلنا لها محرك كما قلت لكم، اللي هو المشكله هذيك بعد ما غيرنا المحرك صارت المشكله هذيك، لان الكمبيوتر مش كيف نتاع السياره. نعطيكم فكره على المحرك هذا، من فوق هنا عندنا الاربعه بخاخات، هما الاربع انجكتيرات. عندنا هنا هذه الموزع نتاع الديزل اللي هو سموها رومب، احنا فيها حساس نتاعها، فما نوع يجي الحساس من هنا فما نوع يجي الحساس من الخلف. هذه عندنا المضخه هاش بي، هذه يعني الضغط العالي اوت بريسيون، هذه المضخه نتاعها. هذا محرك يعني يسموه دي سي، يعني هنا عندنا ليجير، هذا ليجير نتاعو. هذه مضخة الهواء نتاع يعني نتاع سحب الهواء نتاع السيرفو. هذا من هنا البلف التبخير اللي هو هذا، عندنا بلف التبخير وعندنا مصب الزيت حدا بعضهم، بلف التبخير من هنا وعندنا بلف التبخير، يعني يخرج اثنين مع بعضهم، واحد باش يرجع الزيت واحد بيخرج الهواء. عندنا كل يعني الخراطيم نتاع الماء هذوما كلهم جايين في جهة واحدة. عندنا هذايا لوطا فلتر نتاع الزيت، وعندنا المبرد نتاع الزيت اللي هو ريفريجيرون مبرد نتاع الزيت. عندنا الشمعات نتاع التسخين، يجوا كل انجكتير كل بخاخ حذاها شمعة نتاع التسخين. هذايا القطاع طبعا نتاع المحرك الفوق. من هنا عندنا هذه الكاتينة اللي هي السبتة الشان تبان. عندنا من هنا طبعا المولد نتاع الكهرباء والسبتة نتاعها، وعندنا هنا كيف المكيف، وعندنا مضخة الدراوليك كيف يجي معاها. هذه الخزان نتاع مضخة الدراوليك. هي عندنا هنا الفلتر نتاع الديزل يجي على جنب هنا، فلتر نتاع الديزل. عندنا الكارت زاد الميموار يجي هنا اللي هي الكالكيلاتير او الكمبيوتر يجي هنا. عندنا من هنا عندنا الخزان نتاع الماء. عندنا من الخلف يبان هذه الواحد نتاع التيربو اللي هي الممبران نتاع التيربو اللي هي نتاع شفت التيربو اللي بتفتح وتسكر اللي هي من تالي تمام. هنا هذا معنا هنا مضخة الفرامل والخزان نتاع الخزان نتاع الفرامل، وعندنا من داخل السيرفو هذايا، هذاك السيرفو من داخل. تا
طبعا هذه كل المكونات نتاع المحرك هذا من هنا كلها وردها لكم ان شاء الله تنفعكم حركه هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.